السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبة طلاب سنة أولى ثانوي. معايا بقى آخر تو تشابترز، آخر فصلين في القصة، تشابتر 11 و 12. هنبدأ برضو كالعادة إن احنا نبص الأول على الكلمات المهمة في القصة. كلمة agreement، اتفاق أو موافقة. طبعا هنبص تحت نلاقي come to an agreement، يعني يتوصل إلى اتفاق. الرست يقبض على الكلمات اللي أنا عاملة جنبها نجوم دي، تتكوا عليها جامد عشان بتيجي في الاختياري بتاع الكلمات. be friends with، يعني يكون صداقة مع. except for، معناها ما عدا أو باستثناء، مهمة جدا. follow، يتبع. وفورورد، للأمام. good، يعني الخير. jump، يقفز أو قفزة. let، يسمح. وليت كان قانون ليت مفعول مصدر، تمام. كانت الترم الاول ملاريا، مرض الملاريا، وده بيجي من الناموس وبيبقى سخونيه جامده. نيجوشيات، يتفاوض او يفاوض. نيرفس، مهمه برضو. نيجوشيات. نيرفسلي، بتوتر او بعصبيه. نود، يحرك راسه موافقا، اللي هو يهز راسه فوق وتحت كده، تمام. الجزء اللي بعد كده كلمه بيشنت، يعني مريض، لو اسم صبور، لو صفه. perhaps، يعني ربما. promise، يوعد او وعد. remind، يذكر. remind شخص طبعا طول مصدر، او remind شخص of ing، يذكر شخص بي، تمام. right، اللي هو الحق. show، يوضح طبعا. تصريفها الماضي منتظم، التصريف الثالث غير منتظم. show، showed، shown. sound، يبدو. stay safe، يبقى امنا. trial، محاكمة او محاولة، مهمة. trick، يعني خدع او يخدع. trust، يثق. والثقة verb وناون. turn، يستدير او يلف. wake، يعني يوقظ او يستيقظ. تعالوا بقى معايا في التعريفات. في التعريفات بيقول طبعا كلمة agreement اللي هو الاتفاق، قال لك a decision، قرار. made، يبقى make decision، تاخد make. by two or more people، تمام. arrest، يقبض على. the police، طبعا. take someone away، بياخد الشخص بعيدا. for doing something bad، لتصرفه بشكل سيء. الملاريا طبعا a serious illness، مرض خطير. that comes from mosquitoes، بيجي من الناموس او البعوض. negotiate، يتفاوض. التفاوض معناته انك discuss، تناقش. a situation، موقف. to find a good result، انك تلاقي نتيجة كويسة. for everyone، للجميع. nod، لو يحرك رأسه، قلنا دي movement، حركة. of your head، للرأس. that gives someone a sign، بتديله إشارة. طبعا sign مهمة وموفمنت مهم. promise، say you will certainly do something، ان انت هتعمل شيء. come to an agreement، يصل اتفاق. know how to، والمصدر know، بتاخد معاها how to المصدر، تمام. save lives، ينقذ الأرواح أو حياة الناس. stay safe، stay big بعد الصفة، يظل آمنة. take medicine، يتناول الدواء. وtake lives، يهلك أو يقضي على حياة الناس. تعالوا بقى معايا نبدأ في الأحداث. طبعا آخر حاجة حصلت طبعا إن الكابتن سيلفر ما عادش له شعبية وسط البايرتس بتوعه، بسبب إنه واخد شوية قرارات مش عاجباهم. البايرتس القراصنة، وعلى رأسهم واحد اسمه جورج، زي ما شفنا الفصل اللي فات. جمع القراصنة اللي كانوا موجودين في الحصن وطلعوا يتشاوروا بره، وخدوا قرار معين وكتبوه في ورقة. تعالوا بقى نشوف لما دخلوا الحصن ايه القرار ده، ويا ترى سيلفر هيكون رد فعله ايه. بيقول the pirates walked in through the door، ايه القراصنة دخلوا علينا من الباب. one of them، واحد منهم، was holding a piece of paper، كان ماسك ورقة. and he nervously، وبتوتر. walked forward، تحرك للامام. to give it to silver، عشان يديها لسيلفر القرار اللي هما كاتبينه في الورق ايه، موترهم شوية. سيلفر read it، قال له so I am not the captain now، انتوا خدتوا قرار انا مبقتش الكابتن. is that it، هو ده القرار اللي خدتوه. he said can I have the torch for a minute، ممكن معلش تدوني الشعلة للحظة. so I can read it better، عشان اقرا كويس، انا مش مصدق الكلام المكتوب. فراح ايه بقى واحد من القرصنة قال له don't try your tricks on us، ما تحاولش الخدع بتاعتك علينا. said one of the pirates، واحد من القرصنة called George، قال له I'm still the captain، انا لسه القبطان. and I until you tell me why I shouldn't be، انا دلوقتي لغاية دلوقتي انا القبطان، لغاية ما تقولي لي ايه سبب القرار اللي انتوا خدتوه. فقالوا له we can tell you، said George، first your plans haven't worked، خطتك ما نجحتش، خلي بالكوا لازم تحفظوه، يعني دول كده لازم تحفظوهم خلاص. فانا قال له اولا خطتك ما نجحتش، رقم اتنين. second you let تريلوني and his men leave the fort، خليت تريلوني ورجاله يغادروا الحصن. and we are sure that he have a plan، وانت واثق ان كان عندهم خطة، يعني الكلام اللي طلع قايله جيم صح. third you wouldn't let us follow them، ما خلتناش نمشي وراهم.
And fourth, there is a boy. الولد اللي انت بتنططوا علينا ده. Hello, is that all? هو ده كل اللي خلاكوا تاخدوا القرار؟ قال له that's enough, isn't it? اللي حصل ده كفاية قوي. أليس كذلك؟ قال له I will answer each reason. هرد على كل سبب. First, you didn't do what I asked them to do. محدش فيكو عمل اللي أنا طلبته منه. Anderson, Hans, and you, George. If we are arrested, لو كان انقبض علينا, when we return to England, it's because of those people. انتوا هتبقوا السبب. Second, يعني أول حاجة إن أنت واخد قرارات غلط. لا, القرارات ما كانتش غلط. أنتوا اللي ما سمعتوش الكلام. أنتوا اللي ما اتبعتوش القرارات بتاعتي. Second, we have a doctor on the island. إحنا عندنا دكتور على الجزيرة. He's important because some of us are very ill at the moment. الدكتور إحنا محتاجينه. إحنا مرضى. كلنا في معظمنا مرضى. The doctor and I came to an agreement. أنا والدكتور وصلنا لاتفاق. So that he could help us. عشان يساعدنا. And the boy, he will be useful if we need to negotiate. هيكون مفيد بالنسبة لنا لو إحنا احتاجنا نتفاوض. يعني لو الدكتور ليفيسي وكابتن سمولت خدعونا, الولد هيبقى معانا عشان نعرف نتفاوض. And what about the reason three? السبب التالت. Well, this is why we didn't follow them. ليه ما مشيناش وراهم؟ هقول لك ليه. He continued and showed them the treasure map. راح مولي لهم الخريطة. اللي هو يعني كل الكلام اللي قاله لجيم في الأول طلع كلام صح. I was very surprised, اندهشت. And I didn't understand why the doctor had given the map to him. استغربت ليه الدكتور تنزل له على الخريطة. The pirates, however, looked at it with wonder. بصوا الخريطة بكل تعجب. قالوا that's Flint's map. دي خريطة فلنت, said George. But how are we to take this treasure home if we don't have a ship? لكن معلش يعني ايه فايدة الخريطة وان احنا هنعرف ناخد الكنز ونروح بيه طالما معناش سفينة؟ قال له listen George, said Silver, you lost my boat. انتوا ضيعتوا المركب. But I can find the treasure. انا هلاقي الكنز. So who should be captain now? مين بقى ان شاء الله اللي ممكن يبقى الكابتن؟ فقال له Silver is right. راح واحد تاني اسمه مورجان قال له Silver is right. And the other pirates agreed. Silver was still the captain. هيفضل هو الكابتن. The pirates now seemed happy. كلهم مبسوطين except for George. ما عدا جورج اللي مش داخل دماغه الكلام ده. Silver made him guard the fort all night. وقفوا حارس على الحصن طول الليل. While the other men laughed and sang. كلهم بقى مبسوطين بسبب الخريطة وقاعدين يرقصوا ويغنوا ومبسوطين جدا ايه بسبب الخريطة. I lay down. رحت طبعا استلقيت. And thought about Silver. وقعدت افكر في سيلفر. I understood that he was very clever. سيلفر ذكي. He knew how to be friends with all the pirates. ومعروف كويس جدا ازاي بيحافظ على صداقته مع كل القراصنة. At the same time as only thinking about himself. وهو برضو بيفكر في نفسه. يعني الكلام اللي بيقوله ده مستحيل يكون مضحي او بيعمل خير. في استفادة هتعود عليه في الكلام ده كله. He would do and say anything to stay safe. هو هيعمل اي حاجة عشان يفضل بامان. The next morning a voice woke us. في صوت صحانا. All up. صحانا كلنا. And I mean all of us. تمام كده. Even George the guard. حتى جورج اللي كان نايم بره, الحارس اللي بره صحي. It was Dr. Livesey calling us. عمالة بينادي من بره الحصن. I was very happy to hear him. But also worried. تعتقد بقى ليه worried؟ علشان I had left my friends. And now I was with Silver's gang. إن أنا سبت صحابي ودلوقتي أنا موجود مع عصابة مين؟ Silver. What would Dr. Livesey think? هيعتقد إيه؟ Good morning, Doctor, said Silver. Come in, George. We'll help you open the door for you. تعال اتفضل. جورج هيساعدك ويفتح لك الباب. We have got a surprise for you too. عندنا ليك مفاجأة. فقالوا Do you mean Jim? Asked Dr. Livesey. He looked surprised as he came near us. واندهش وهو ايه مقرب علينا. قالوا that's right. صح صح صح, said Silver. The doctor didn't speak for some time. And then he said, let me see your patients. دعني ارى المرضى بتوعك. He walked into the fort. دخل الحصن with a small note to me. عمل لي حركة براسه كده زي ما يكون في بيننا وبين بعض اتفاق. يعني كده زي ما يكون ايه, اما ما تشغلش بالك, انا فاهم انا فاهم, اما اشوف الدنيا فيها ايه. يعني برضو هو محطش حكم. لسه عارف ان جيم وراه حاجه. فبيقول walked up to the pirates. اقترب من
القراصنة المرضى. he talked to them، قعد يتكلم معاهم. شوفوا بقى الغريب، as if they were an any English patient، كأنه أي مريض بريطاني، يعني مش كأنهم قراصنة. although he knew they were all dangerous men، يعني نقدر نقول إن دكتور ليفيسي was an honest doctor، كان دكتور أمين وصادق، لأنه he treated them، كان بيعاملهم as any English patient، كأي مريض بريطاني. تمام. ف he said to George I hope you took your medicine، أتمنى وأنت يا جورج تكون بتاخد الدواء بتاعك. فقال له yes sir I did، he replied، قال له good because now I am a pirate doctor. خلي بالك أنا دلوقتي بقيت دكتور قرصان. I wanted to keep you all healthy so we can get back to England for trial، يبقى هو ليه محافظ على صحتهم مش كلهم يرجعوا إنجلترا من أجل المحاكمة. he said the pirates looked at each other but they said nothing، ما قالوش حاجة. فبيقول له ديك doesn't feel well، سيد مورجان قال له ديك زميلنا مش كويس، صحته وحشة. قال له let me look at you، the doctor replied yes you have malaria، انت عندك الملاريا. that's what happens when you sleep outside on the island like this، ازاي تنام على برج في الجزيرة كده، الناموس بقى وأذاك وكده. I'm surprised that a clever man like silver didn't realize، يعني بيوقعهم برضو ببعض بيخليهم يبقى فيه ضغينة. he gave Dick some medicine، اداله بعض الأدوية. then said now I would like to talk to the boy please، انا بقى لو سمحت عاوز اكلم الولد لوحده. فجورج قال نو لا احنا رافضين المبدا ده. راح سيلفر قال له بي كوايت، اوعى تعلي صوتك قدامي. دكتور you've been kind to help us with our your medicine so you can talk to the boy، ماشي هسمح لك تكلم الولد، but first he must promise not to run away، ما ينفعش يهرب لان السفينه معاه. تمام، فانتوا كده ممكن تسيبونا على الجزيره. I agreed، وافقت. طبعا good now you can go outside doctor، انت بقى تطلع بره. and you can talk to the boy through the window، الولد هيقف لك في الشباك وانت تكلمه من الشباك. he can stay inside، وهو يفضل ايه معانا في الداخل، يعني هما برضو مش عاوزين الولد يطلع بره معاه لانه ممكن ياخده ويهرب. then the doctor went outside، the other pirates told silver that they weren't happy، ان هما مش سعداء. that the doctor could talk to me، silver reminded them they didn't know where the treasure was yet، قال لهم يا جماعة احنا مش ظروفنا مش كويسة، احنا اول حاجة مش عارفين الكنز فين. they needed my help، ومحتاجين مساعدتي. and perhaps the doctor's help as well until the time was right، حتى يحين الوقت. يعني هو دلوقتي قال لهم يا جماعة احنا محتاجينهم دلوقتي. we don't know the place of the treasure، مش عارفين مكان الكنز. تاني حاجة we don't have the ship، ما معناش سفينة، فبالتالي احنا محتاجين الناس دي، لازم يبقى في تفاوض. silver took me to the window، خدني عند الشباك. where I could talk to the doctor، وقعدت اكلم الدكتور. when he knew the pirates couldn't hear us، لما silver لاحظ ان بقى البايرتس القراصنة انشغلوا عننا ومش سامعيننا. spoke to the doctor، راح موشوش الدكتور كده معلومة. but he sounded different، كان صوته مختلف. قال له tell the others that I helped you، هتقول للناس انك ساعدتني، ان انا ساعدتك يا دكتور. he said the boy will tell you how I saved him too، والولد هيقول لك انا انقذت حياته ازاي. if you help me you will also help the boy stay safe، لو ساعدتني الولد روخر هيفضل عايش. فقال له I think you are frightened said دكتور ليفيسي، انا اعتقد انك خايف. قال له I am not frightened said silver but I know you are a good man and you will see the good in me، انا عارف ان انت راجل طيب وهتبقى شايف الخير اللي جوايا. now I will let you and Jim talk، هسمح لكم تتكلموا. silver walked away، سابهم ومشي. and sat down، وراح قعد. where he could not hear us، يعني ادالنا خصوصية، ادالنا سمح لنا نتكلم من غير ما يتصنت علينا. فقال له جيم what happened why did you leave us when we needed you the doctor asked me I felt very bad and started to cry. قال له I'm sorry doctor I was wrong they were going to kill me، هيقتلوني. but silver saved me، لكن سيلفر انقذني. I must stay here now. قال له no said the doctor you can't stay here one jump and you're out of the fort، بنطة واحدة منك هتطلع بره الحصن. and we can run، ونقدر نهرب. قال له I can't I said silver trusts me now، واثق فيا دلوقتي. but if they hurt me، لكن لو أذوني I will have to tell them where the ship is،
هضطر اقول لهم مكان السفينه because I got the ship، لان معايا السفينه. It's in the north of the island، في شمال الجزيره. Have on the beach، نصها على الشط. قال له you have got the ship، said the doctor quickly. I quickly told him my story. قال لي you have saved our lives many times on this journey. يا ابني ده انت انقذتنا كتير في الرحله دي، said the doctor. He then turned الطير طبعا to silver وقال له I will it will be dangerous to look for that treasure silver. بص يا سيلفر هيكون الامر خطير لو دورنا على الكنز. He said don't try to find it، ما تحاولش تدور على الكنز. جه سيلفر قال له but I can only save my life and the boy's life if I find it. قال له مين قالك الكلام ده؟ ده انا لازم الاقيه عشان ننقذ حياتنا، هيقتلوني لو ما لقيتش الكنز. سيلفر ريبلايد قال له اوكي. Then keep the boy close to you، خلي الولد قريب منك. If you need help shout، لو احتجت المساعده اصرخ. Goodbye Jim he said and left the fort، وساب الحزن. We can look for the treasure now Jim said سيلفر، هنبدا ندور على الكنز. You stay close to me we will look after each other، هنعتني ببعضنا البعض. معايا بقى اخر تشابتر في القصه، تشابتر 12. طبعا برضو زي ما احنا متعودين هنبص على الكلمات دلوقتي. attach to يربط او يوصل، before then طبعا قبل ذلك، below يعني هب للرياح او يدفع، blow blue blown bottom اللي هو القاع والاسفل، كيف يعني كاف، كوين يعني عملة معدنية، comfortable مريح او مستريح، crazy مجنون، destroy يحطم او يدمر، dig يحفر، تصرف dug dug اللي عاملة جنبهم النجوم دول ذكرهم، drink طبعا مشروب، empty يعني فرغ كverb وفارغ لو adjective، escape يهرب، find out يكتشف، ground الارض، heavy معناه تقيل او لو استخدمت برضو بمعنى صعب او شق، heavy question سؤال صعب مثلا، heavy situation موقف صعب، hell اللي هو التل، hole حفرة او فتحة، kill يقتل، look يبدو بيجي بعدها صفة، ده معناه يبدو بيجي بعدها صفة، point يشير او يصوب بيده، shout يعني يصرخ او صرخة، skeleton هيكل عظمي، slow يعني يبطئ او بطيء، smile يبتسم وابتسامة، so that لكي بيجي بعدها فاعل كان وكود والمصدر، يقول لك so that he can كذا، so that he could كذا، sound يبدو مش معناه مثل، يبدو بيجي بعدها صفة زي look بالظبط، spade يعني جروف، supplies امدادات ومؤن، terrible سيء وفظيع، thief يعني less tired مرهق او متعب، useless عديم الفائدة، worry يعني يقلق او القلق. تعالوا بقى معايا ناخد التعريفات بسرعة. attach معنى join، انك ايه تربط one thing to another، لسه قايلين attach بتاخد ايه to، cave يعني كهف، a large hole بيكون ثقب كبير، in the side of the mountain في جانب الجبل، ground الارض اللي هو the top part of the earth تمام كده اللي هو الجزء العلوي من الكرة الارضية، point معناه move your finger تحرك اصبعك، finger يعني اصبع اليد، in the direction of في اتجاه something to show it to someone. skeleton اللي هو bones عظام of a whole animal or person، عظام انسان كامل او حيوان كامل. smile يبتسم معناه have a happy expression يكون عندك تعبير سعيد، on your face using your mouth باستخدام الفم، useless يعني غير مفيد معناها not useful ليس مفيدة. طبعا لما نقول be gone يقصد ببي gone is gone بقى تمام، معناه اختفى اختفى، disappear يعني، give advantage يصبح ميزة أو يعطي ميزة، make a plan يضع خطة، play trick on يخدع، دول مهمين جدا 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 جدا، دول مهمين، reach the coast يصل للساحل، slow down يبطئ الحركة، sound like يبدو مثل a person singing شخص بيغني، think of a plan يفكر في خطة. معايا بقى نبدأ الأحداث الفصل الأخير. اخر حاجه طبعا حصلت في الفصل اللي فات ان بعد زياره دكتور ليفيسي للحصن قرر سيلفر ان هو ياخد الخريطه وياخد جيم والرجاله بتوعه يطلعوا يدوروا على الكنز، لان دي الفرصه الوحيده ان سيلفر يفضل على قيد الحياه وان القراصنه ما يخونوهوش او يتخلوا عنه تمام كده. خليكم بقى معايا هنا دلوقتي. بيقول سيلفر went back to the pirates، رجع للقراصنه وراح ايه بقى طبعا، and said I have found out اكتشفت that the doctors men have the ship، ان رجال الطبيب ايه لا معاهم السفينه بيخدعهم طبعا. I don't know where it is، انا مش عارف السفينه فين.
But when we find the treasure, لكن أول ما نلاقي الكنز, we will find the ship, هنلاقي السفينة. لأن لما الكنز يبقى معانا هما هيدوروا علينا ويتفاوضوا. That will give us the advantage, ده هيدلنا ميزة. We will keep gem with us before then. Then طبعا when we go home, وأول ما نروح للوطن, we can leave him on the island, هنسيبه على الجزيرة. نسيب مين؟ جيم. طبعا جيم مش عارف الكلام ده صح ولا مجرد بيخدرهم ولا ايه. ف the pirates looked very happy with this news, but it worried me. الاخبار دي كانت تقلقني انا. ليه بتقلقوا بقى؟ what was Silver really planning, هو كان بيخطط لايه؟ when he found the treasure, هل لما هيلاقي الكنز, was he going to help Dr. Livesey and Mr. Trelawney or these terrible pirates, ولا هيساعد القراصنة الاشرار دول؟ I didn't know, انا مش عارف. we all left the fort, كلنا سيبنا الحصن. the pirates were carrying supplies, كانوا شايلين امدادات, spades, جواريف معاهم في ايديهم, and their weapons, والاسلحه. طب we then got into the small boats, ركبنا بقى المراكب الصغيره بتاعتهم, and looked at the map to see where we should go, ورحنا طبعا متابعين الخريطه عشان نشوف هنروح فين. we took the boats, اخذنا المراكب طبعا, down a river, ابحرنا في نهر. then we left them, تركنا المراكب عند النار. walked through some tall trees, دخلنا وسط الشجر. the pirates attached me, شو بقى هنا ايه اللي عملوه البايرتس علشان يمنعوا جيم من الهرب؟ attached me to silver, ربطوني في مين؟ في silver, with a rope, بحبل. so that I saw that, لسه قايله لكم فاعل القد والمصدر, so that I couldn't escape, لكي لا اهرب. and we walked up a hill, وطلعنا تل. we walked for many hours, قعدنا نمشي ساعات. it was very hot, الدنيا كانت حر, لكن the side of the island was very beautiful, كان جميل جدا. with many flowers, في ورود كتير, and birds وطيور. then we heard a shout, اللي صراحه عكر صفو الرحله, سمعنا صرخه. morgan was looking at something with a frightened face, كان بيبص على شيء وجهه كان مرعوب. it was a skeleton, كان هيكل عظمي. of a man, لرجل lying on the ground, مرمي على الأرض. طبعا the skeleton, طبعا مورجان بيقول the skeleton is pointing north, الهيكل العظمي بيشاور اتجاه الشمال. قال له he is, said Silver, I think this was one of Flint's games, دي واحدة من ألعاب فلينت اللي هو القرصان الأولاني. he killed the man and put him there, هو اللي قتله وحطه هنا. فقال له Flint was a terrible man, said Morgan, ده فلينت ده راجل غبي. the pilots looked worried, شكلهم كان قلقان. when طبعا we continued, لما كملنا الرحلة, they were much quieter, كان في هدوء. suddenly we heard a voice, فجأة سمعنا صوت singing, بيغني. from the trees in front of us, من بين الشجر. فرح جورج وقف قال that sounds like Flint, صوت الغنى ده Flint. طبعا قال له Flint is dead, said Silver, Flint ميت. it's someone playing a trick, ده شخص بيلعب معانا لعبة. then the voice called out, طلع صوت ونادى ماجرو bring me a drink please, هات لي مشروب من فضلك. that was what Flint said just before he died, ده نفس الصوت بتاع فلينت قبل ما يموت. now the pirates all looked very frightened, اللي هو اشتغل عليهم حرب عصابية, ترى مين اللي بيعمل كده؟ طبعا listen men, said Silver, there is a lot of treasure near here, في كنز كبير قريب من هنا. I don't think that was Flint, I think it was Bingham, يعني سيلفر قال ده اللي بيعمل فينا كده بنجان, لان فلينت مستحيل يكون هو, فلينت ميت. تمام. I thought he was dead, اعتقد انه ميت. but I am not frightened of him, said a George. the pirates looked happier and continued walking, يعني هو قال له اعتقد ان هو انا كنت فاكر بنجان ميت هو كمان, بس انا خلاص مش خايف من بنجان. بنجان مين اللي خايف منه؟ سيد جورج. the pirates looked happier, كانوا سعداء. and continued walking, وكملوا الايه المسيره. although Dick looked tired, لكن ديك كان طبعا عنده ملاريا فكان تعبان كان مرهق. تمام. soon we saw a very tall tree, لقينا طبعا قدامنا شجره ايه عاليه. the tree was on the map, الشجره دي كانت مرسومه في الخريطه. and we knew that we were now close to the treasure, احنا كده اقتربنا من الكنز. I could see that all the pirates, كل القراصنة were excited, كانوا متحمسين. silver too looked different, شكله بقى مختلف. ايه بقى الاختلاف؟ his eyes, عينيه looked crazy, بدأت تبقى مجنونة and dangerous, وخطيرة. I thought he would do anything to go home safely with the treasure, أنا بتهيألي إنه ممكن يعمل أي حاجة عشان يرجع الوطن آمن ومعاه الكنز.
The pirates ran down to the bottom of the tree. راحوا طلعوا يجروا عند سفح الشجر، عند قعر الشجرة من تحت. George was in front of them. George كان سابقهم. But he suddenly stopped with a cry. راح صرخ صرخة. Look, look. بصوا. He said. We saw that he was pointing at. كان بيشاور على حاجة. ايه بقى؟ Near the bottom of the tree. في اسفل الشجرة. There was a big hole. كان في حفرة كبيرة in the ground. دي معناها ايه بقى؟ معناها ان someone had been there before us. The treasure was gone. ان الكنز disappeared. اختفى. The pirates said nothing. ما قالوش حاجة. But I could see that Silver was already making a plan. سيلفر كان عمالة حط عمالة ايه خطة، عمالة بقى يخطط. قال لهم take this to be ready for the trouble. خد ده معاك عشان نبقى مستعدين للمشاكل. He said quietly and they gave me a gun. اداني مسدس. Then the pirates all jumped into the hole. نطوا كلهم في الحفرة الكبيرة. And started digging. وبدأوا يحفروا. اللي هو احنا مش هنيأس. With their spades. بالجواريف بتاعتهم. Pirates there. كانوا طبعا. There was a treasure still there. هم شاكين ان في كنز فاضل. Morgan found a gold coin. لقى عملة. And طبعا. He held it up for the others to see. لقى عملة وراح رفعها في ايده. قال لهم one coin. عملة واحدة. You told us there was 700,000 pounds. 7 تعالوا كده نشوف. 700,000. 700,000 pounds. في 700,000 جنيه استرليني here. طبعا جنيه استرليني من الذهب. تمام سيلفر. Shouted John angrily. You know about this. انت عارف اللي حصل ده. The pirates looked very angry. They climbed out of the other side of the hole looking dirty and hot. خلاص بقى. عرفوا ان ايه ممكن يكون اللي عامل فيهم العملة دي من سيلفر. Let's get them man. يلا يلا ناخد حقنا. said George. suddenly there was a sound of guns. يعني كانوا خلاص هيهاجموا سيلفر وجيم. فجأة في ضرب نار بقى from the trees. طلع عليهم ضرب نار من الشجر. two of the pirates. اتنين من القرصين fell down ماتوا. and the other three. والتلاتة التانيين started to run. طلعوا يجروا. We were safe. كنا في امان. دكتور ليفيسي جراي اند بينجان كيم اوت from the tree. طلعوا لنا من بين الشجر وراح قال له thank you doctor. said silver. you saved us. انت انقذتنا. انه خلاص كانوا هينقتلوا. and look it's بينجان. قال لا ده بينجان معاك. فبينجان طبعا said hello to silver. but I could see. لكن اللي كنت شايف that he was frightened of him. انه ما كانش مبسوط برضه، كان خايف. as we walked back to the boats. رجعنا للمركب. we heard how بينجان طبعا had helped us. طبعا سمعنا ازاي ساعدنا بينجان. طبعا ساعدهم ازاي؟ had dug up the treasure and put it in a cave. ساعدهم ان هو راح حفر على الكنز وخده حطه في كهف. in the north of the A of the island. before we arrived on Hispaniola. قبل ما نوصل اساسا. يعني اول ما شاف السفينة راح حفر. عرف ان في ناس جت تدور على الكنز. حفر وطلع الكنز وحطه في الكهف. بينجان told all of this to دكتور ليفيسي. طبعا قال الكلام ده كله. فاكرين لما دكتور ليفيسي ساب الحصن وطلع يستكشف الجزيرة؟ قبل بينجان. هو بقى قال لبين قال لدكتور ليفيسي ده كله. قال له على فكرة الكنز في امان، وحتى هم لو معاهم الخريطة هيجوا مش هيلاقوا حاجة. when the doctor gave him some cheese. لما طبعا اداله بعض الاكل. the doctor then thought of a plan. فكر في خطة. he gave the map to silver. انه ادى الخريطة لسيلفر. ليه؟ لان طبعا he knew. هو كان عارف it was useless. هو كان عارف انها بلا فائدة. then he took his friends up to the cave. خد بقى بقية الاصحاب للكهف. بينجان had supplies. كان عنده امدادات as well as the treasure. يعني خدهم بقى ايه عندهم اكل وشرب وبتاع. when he knew that silver was taking me. انه كان محتجزني and the man to look for the treasure. احتجزني وخدني انا والرجاله ندور على الكنز. the doctor came back with Bingon and Gray. طبعا to slow the pirates down. علشان ايه يقللوا من حركه القراصنه. Bingon sang a song. قعد يغني اغنيه to frighten them عشان يخوفهم. this had given the others time to wait for the pirates by the hole. تمام كده. وده خلى الباقيين عندهم وقت يتربصوا بجوار الايه الحفره. after few hours بعد بضع ساعات we reached the coast again. وصلنا للساحل. بينجان helped جراي. ساعد جراي to destroy one of the boats. دمروا المراكب so that the other pirates couldn't use it. عشان بقى هم المفروض هيسيبوا الثلاثه دول على الجزيره، فمش عايزين بعد ما يسيبوهم على الجزيره بص لقوهم استخدموا المركب اللي على الشط وطلعوا لهم. تمام كده. فوان اوف ذا فين فين وي توك ذا اذر بوت اراوند ذا ايلاند. خدنا بقى المركب الثاني حول الايه حول الجزيره. افتر 3 مايلز بعد 3 اميال اي ووز سربرايزد تو سي ذا اسبانيول.
اندهشت لما شفت السفينة. The wind had blown it from the beach. برضو الرياح حركتها بعيد عن الشاطئ. But it was sailing empty. كانت بتبحر فارغة on the sea. We helped Gray to get onto the ship. ساعدنا جراي يطلع على السفينة so that he could look after it. عشان يعتني بيها. And we continued to the beach. وكملنا احنا للشاطئ. Then climbed the hill to Bingham's cave. وطلعنا التل علشان نشوف الكهف اللي فيه الذهب. There were Trelawney, حيث Trelawney was looking after Captain Smollett. وكان تريلوني بيعتني كابتن سمولت. كابتن سمولت طبعا كان مريض بسبب برضو جو الجزيرة. فسيلفر بيقول طبعا هو قال له سيلفر تريلوني said when he saw him قال له you are a pirate and a thief but the doctor says that you have helped us. اي نعم انت قرصان وحرامي بس انتوا عارفين طحن الخاطر. قالوا ان انت ساعدتهم. سيلفر سيد nothing but he smiled ابتسم. inside the big cave داخل الكهف ده كابتن سمولت was lying by fire كان نايم جنب النار. behind him وراه I could see lots of coins في عملات كتير and gold وذهب. it was Flint's treasure كان الكنز بتاع فلينت. the next morning we began to take the treasure down the hill. بدأنا ناخد الكنز أسفل التل to the boat للمركب. it was heavy work كان عمل ثقيل كان عمل صعب and it took us days واستغرقنا أيام to move all the coins اللي احنا نحرك العملات and the gold when you we were still three pirates on the island. طيب هيدوروا عليهم؟ لأ. we looked for them all the time دورنا عليهم طول الوقت ما سابوهمش طبعا مش سابوهم يعني هما قلبهم مش للدرجة دي قاسي لان هما مش قراصنة. we didn't see them again للأسف ما شفناهمش تاني. وبالتالي انسانيا we decided to leave the island without them قررنا نسيب الجزيرة بدونهم. لكن we left some food and medicine سيبنا لهم بعض الأطعمة والأدوية. it was difficult journey back on the Hispaniola كانت الرحلة العودة صعبة. ليه؟ because the crew طاقم السفينة was so small كان صغير جدا. كابتن سمولت lay on his bed كان كابتن سمولت كمان عيان ونايم في السرير and told us what to do كان بيقول لنا نعمل ايه. after a few days بعد بضع ايام we reached a town وصلنا مدينة in South America في امريكا الجنوبية where we went to find more people for our crew طلبنا طبعا ان احنا نأجر ناس يبقوا الطاقم بتاعنا. when we returned to Hispaniola later that day لما رجعنا لإسبانيولا بينجان told us that Silver had taken a boat خد مركب and some money وبعض الفلوس. he was gone he disappeared اختفى but nobody was sad about that محدش كان زعلان. with a bigger crew معانا طاقم كبير it was easier to return to Bristol اللي هي المدينة بتاعتهم. the treasure helped us all back in England ساعدنا نرجع لإنجلترا. كابتن سمولت stopped working توقف عن العمل وتقاعد and Gray decided to buy his own ship وجراي اشترى سفينة خاصة. بينجان quickly بسرعة spent all of his money صرف كل فلوسه لأنه قرصان في الأول في الآخر. I have a comfortable life now حياتي بقت مريحة. I often think about the island كنت دايما بفكر في الجزيرة and Long John Silver but I never saw him again. كل سنة وانتم طيبين وأشوفكم إن شاء الله في تانية ثانوي مع قصة كينج لير. مع السلامة.